مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في أولى حلقات برنامج حول العالم. نجول بكم من خلال هذا البرنامج أجمل الأماكن والمعالم من مختلف أنحاء العالم، لنستكشف معا التقاليد والثقافات التي تتميز بها كل دولة عن أخرى، ونطوف لنرى كل ما هو جديد وغريب وطريف. ستلقون نظرة على العالم من حولكم، وكأنكم في جولة سياحية تزورون فيها دولا متعددة مليئة بالمناطق الجذابة والشيقة، بالإضافة إلى فقرة خاصة انتقيناها بعناية لنقدم لكم أغرب الهوايات والمهارات والطقوس التي تخرج عن المألوف وتصل أحيانا إلى حد الدهشة. تايلاند من أكثر مناطق الجذب السياحي في العالم، فبها العديد من مواقع الغوص والشواطئ الرملية والمواقع الأثرية وغيرها من مظاهر الجذب للسياح. ولكن يظل دائما التسوق في تايلاند له طابع ومذاق خاص، ففي تايلاند فقط يمكنك أن تتسوق على صفحة الماء. هيا بنا لنرى متعة التسوق في تايلاند. تايلاند هي بلدة مشهورة بالأماكن السياحية الجميلة والرائعة التي تجذبنا إليها. تشتهر بالأسواق العائمة الموجودة في كثير من المناطق في هذه البلدة، وأشهر الأسواق العائمة هو سوق دامنون سادوك، وهو يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر في جنوب غرب بانكوك. دامنون سادوك هو واحد في حي قروي في المنطقة، معظم المواطنين فيها يسكنون على ضفة النهر، وأغلبيتهم من الفلاحين الذين يزرعون الخضروات والفواكه مثل البرتقال، العنب والبابايا والملفوف والفول، البصل والتفاح. وهم يختارون أن يسكنوا على طول هذه الضفة لأن الأرض فيها خصبة ومناسبة للزراعة. يسمون هذا السوق بالسوق العائم لأن البائعين والمشترين هنا يتقايدون على قواربهم، وهنا يوجد كثير من البضاعات التي يمكن أن تشترى بجانب الحرف اليدوية التي يقدمها الفنانون مثل الرسم. في هذا السوق العائم الفواكه مثل الموز، المانجو والجوافة تباع على القوارب حول هذا النهر. الحركة في هذا السوق تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 مساء، وهذا السوق يمتلئ بالمئات من البائعين والمشترين يطوفون على قواربهم الصغيرة ويتعاملون فيما بينهم. في الغالب هم يبيعون المأكولات والفواكه والخضروات عادة من مزارعهم. البائعون والمشترون يركبون على قواربهم الصغيرة، ولكن اليوم معظمهم يحبون أن يركبوا القوارب الجديدة التي تتحرك بطاقة القاطرة. ولكن بعد ذلك صارت مشكلة عندهم، وهي قلة البنزين، وكثير منهم عادوا ليستخدموا القوارب الصغيرة القديمة مرة أخرى. دامنون سادوك في الحقيقة هو اسم للقناة التي حفرت تحت ملكية الملك راما الرابع، له الفضل في تنمية الاقتصاد في تلك الأيام، حيث كان لا يوجد مواصلات إلا عن طريق النهر، وقد حفرت القناة لتوصل بين نهر تاجين في مقاطعة سامون ساخول ونهر مأنوم في مقاطعة ساموت تسانجكرام.
زمان الناس يهتمون بهذا المكان، وحتى الآن ما زالوا، لأنه بيت لنا، له أهمية ودورة في الحياة الاقتصادية وأيضا في حياة الناس الذين يكسبون أرزاقهم في هذا النهر. وقد يكون السوق العائم ميزة لتايلاند. ومن متعة التسوق إلى أحد عجائب الدنيا السبع، توري بندانتي دي بيزا أو برج بيزا المائل، وهو يقع في مدينة بيزا بولاية توسكانا الإيطالية أو ساحة المعجزات كما يطلق عليها الإيطاليون. اشتهر البرج بوجود ميل به عن المستوى العمودي، وذلك حدث بعد البدء في بنائه بفترة وجيزة. خطأ حدث بالصدفة جعل منه أعجوبة من عجائب الدنيا. بدأ العمل في بناء برج بيزا على يدي المعماري بونانو بيزانو عام 75 و700 و1000 ميلادية، واستمر 174 عاما ليكون جرسا لكاتدرائية مدينة بيزا. الشهرة التي نالها البرج أنه مائل بهذا الشكل كخطأ من الأخطاء المعمارية، فحولها الغرب إلى ميزة كبرى، وأصبح الميل نفسه بدلا من أن يكون خطأ ويسحبون الكريكات لهدمه أصبح ميزة وعجيبة من العجائب تأتي إليها الناس. طبعا أنا هنا في حضرة مزيج من الفن والتاريخ معا. وأثناء البناء غاص البرج في الأرض بسبب هشاشة تربتها، يصل ارتفاع برج بيزا المائل إلى 54.5 متراً، ويقدر وزنه 14,500 طن، كما يبلغ عدد درجات سلمه 300 درجة ويميل بنسبة 5.5 درجات. برج بيزا المائل، هذا البرج الرائع المبني بطراز معين له انفرادية في هذا الميل الموجود. اعتقد ان كان لابد ان احنا نيجي، واصرينا على ان احنا نيجي في اماكن اغراءات كتيرة ان احنا ممكن نروحها في روما او في اي حتة تانية، لكن في هذا المكان اعتقد انه يستحق التضحية ويستحق المشقة للحضور الى هنا لرؤية هذا المعلم السياحي الخطير. خلال فترة الثلاثينيات أمر بينيتو موسوليني رئيس وزراء إيطاليا آنذاك بإعادة البرج إلى موضعه الأفقي، وتم صب كمية كبيرة من الكتل الأسمنتية، وكانت النتيجة غير متوقعة، حيث غاص البرج أكثر في التربة وتم ضمه إلى أعجوبات الدنيا منذ ذلك الوقت. وفي فترة التسعينيات أغلق البرج ل10 سنوات، ثم أعيد افتتاحه عام 2001 ميلادية بعد إزالة ما يقرب من 38 متراً مكعب من التربة من أسفل الطرف الأعلى للبرج، وتم إعلان البرج مستقرا لمدة 300 عام قادمة. وعلى الرغم من أن البرج المائل كان نتاج خطأ معماري فادح، إلا أنه أصبح منطقة جذب غير عادية للحركة السياحية، حيث يبلغ عدد زواره 600,000 زائر في العام بدخل يقدر بنحو 12 مليون يورو سنوياً. كبيرة جدا ان هو مكان للسياحة بشكلها، انا من وجهة نظري شكلها الصحيح، لان هو اولا في مكان للتجول، ثانيا في خضرة كبيرة جدا ومساحات شاسعة للمشي والتنزه فيه،
ثالثا هو ما بيجبرش المكان هنا ان هو اللي داخل يدفع مثلا تذكره من بعيد، ممكن يتفرج على المكان كله، اللي عايز يدفع تذكره عايز، اللي مش عايز اوكي. فده بيعتبر استقطاب لعدد كبير جدا من السياح، وده ذكاء على فكره في الاداره، اداره المكان ده. وكاني ارى تمثال زيوس في روما، وكاني ارى حدائق بابل المعلقه التي انتهت، وكاني ارى مناره الاسكندريه، وكاني ارى سور الصين العظيم. هي حضارات تتلاقح وتتلاقح، ولكني اراها الان على ارض ايطاليا وهنا في فلورنسا وبجوار برج بيزا المائل. كسائر الأماكن السياحية حول العالم، نرى البرج محاطا بأسواق ومحال تجارية بأشكال متلاحقة وجذابة تسر عين الناظرين إليها، جميعها متخصص لبيع الهدايا التذكارية التي يسعى السائحون إلى اقتنائها لأنفسهم وأحبائهم، ومحاطا أيضا بحدائق متنزهات كثيرة لقضاء اليوم حوله في مرح ولعب واستجمام، يجعل من الرحلة المتخصصة لزيارة برج بيزا المائل وملحقاته يوما ذكراه لا تنسى في حياة زائريه. ومن الغرب إلى سحر الشرق، دير البلح أو مدينة النخيل. يعود أصل تسميتها بدير البلح لإقامة أول دير في فلسطين على أراضيها، وهي تقع في جنوب دولة فلسطين على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تتميز هذه المدينة الجميلة بكثرة أشجار النخيل التي تحيط بها، وتمسك أهلها بالعادات والتقاليد البدوية وتربية الخيول العربية الأصيلة. بنخيلها الذي يعانق السماء تعرف مدينة دير البلح التي تتوسط قطاع غزة وتقع في قلبه، مدينة يعود أصل تسميتها إلى إقامة أول دير في فلسطين على أراضيها. سميت أيضا بالبلح لكثرة أشجار النخيل التي تحيط بها. البلح أبا عن جدا وعين على الدنيا، لقينا البلح وكل جدودنا بحبوا البلح، بنربيها زي ما بنربي بن آدم، يعني لو ضربتها في راسها زي راس بن آدم بتموت دغري. ناكل تمرها، بنحب تمرها، بيبيعوا جريدها، بيخلعوا منها عواليل وبيعوه، يعني فيها فوائد كثير. النخلة فيها يعني كثير من البني آدم فصائل. من أقدم المدن في الجنوب أو بعد مدينة ريحة في فلسطين، سميت دير البلح في العصر الإسلامي لأنها كانت واحة من النخيل، واحة من أشجار النخيل، أطلق عليها دير الروم ودير اللاتين. لكن في العهد الإسلامي لما فتحها صلاح الدين الأيوبي سميت بدير البلح لكثرة أشجار النخيل فيها. يا بكرجنا الأصيلة الكيف من فاكي يسيلة، واللي قهوته ولا الكيف البن بيعشق الهيلي، سميرة بتضحك بالصينة، واللي قهوته ولا الكيف مسعد يا بعيد عيني. المنطقة تبعتنا هذه تتميز بالتعاون والتضامن مع بعض، تتميز بالكرم والنخوة والأصالة والتمسك بالعادات البدوية الأصيلة، من كرم ونخوة وحمية وحب تربية الخيل، تربية الجمال اللي بنقول عنها الهجن. هذه الصفات موجودة في أهل المنطقة هذه. في الأفراح بنعمل الدحية اللي هي السامر لمدة من أسبوع أقل شيء 3 أيام، سباق للخيل، عروض للخيل. في الأحزان بنصبوا بيت العزاء بيت الشعر وبقعدوا فيه 3 أيام بقدموا فيه القهوة.
ورغم مرور الزمن لم يطرق أبناؤها عاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها جيلا بعد جيل. فالأهازيج الشعبية وليالي السامر والدحية الفلسطينية لم تغب عن المشهد في أفراح هذه المدينة المعروفة بكرم وجود أهلها المجمعين على حبها. وحينما يأتي الزوار إليها تقام الولائم وتدق طبول بهجة الاستقبال على وقع اليرغوب والفنون الشعبية التي تشتهر بها. تعرف مدينة دير البلح بتربية الجمال والخيل العربي الأصيل، فصغارهم قبل كبارهم يجيدون ركوب الخيل وترويضه بحركات غاية في الجمال والإبداع خلال الاحتفالات التي تقام على أرض هذه المدينة وليالي السامرة التي تقيمها العائلات احتفالا بزفاف أبنائها. خيولنا بالعز يا رب هنيها، سلالة كريمة لساعات الزحام، أصايل مضمرة والزين غاطيها، سبحان خالقها ومدرعة بحكام. وتعد دير البلح بنخيلها سلة قطاع غزة الغذائية ومؤنته السنوية من البلح المعروف بجودته وطيب مذاقه، فهذه الأشجار غرسها الأجداد والأباء بأيديهم في قديم الزمن، ويحرسها الأبناء والأحفاد هذا اليوم بعيونهم وقلوبهم. فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. نسمات من بلادي، نسمات للحبايب من قلبي سلامات، دير البلح كالنخيل شامخات، والأبواب للضيوف مفتوحات، إن رميتها ببعض الحجارات ردت ترمي بجني الرطبات، المحبة والحمية والشومات، والأصالة من بلادي نبيعات. وصلنا لآخر فقرتنا اليوم من أم الدنيا مصر، وفيها نستكشف معكم أعماق البحار لنشاهد واحدة من أغرب العجائب التي تزخر بها درة التاجي وعروس البحر الأبيض المتوسط، مدينة الإسكندرية التي تقدم إسهاماً مختلفاً في عالم الأثار على الإطلاق. متحف يضم أعرق الحضارات قابع تحت سطح البحر. هيا بنا لنشاهد التقرير. تعتبر الإسكندرية من المدن المتحفية لما تحتويه من آثار ومعابد وبنايات قديمة، ولكنها غاصة تحت مياه خليج أبي قير، كما غاصت القصور الملكية ومعابدها تحت مياه الميناء الشرقي ما بين قلعة قايتباي ولسان السلسلة. ويوما بعد يوم تظهر المدينة عند التنقيب تحت المياه وجود العديد من الأعمدة وبقايا معابد فرعونية ورومانية وإغريقية تم العثور عليها في مياه أبي قير. أكد الكتاب القدماء أن هناك معبداً للإلهة إيزيس التي بنته كليوباترا بجوار مقبرتها التي لم تدفن فيها، وأيضاً بجوار القصر الخاص بها. وليس مع كل ما اكتشف منذ العام 62 من آثار غارقة في الميناء الشرقي سوى 2% من هذه الآثار التي تمهد لمشروع لإنشاء أكبر متحف حي وطبيعي للآثار الغارقة تحت سطح الماء.
ظن الناس من قرون أنها أساطير نسجت عن الملكة كليوباترا، ولكن اليوم الإسكندرية تؤكد من بحرها ومينائها الشرقي ومن كنوز آثارها الغارقة التي لا تنضب أنها حقيقة لا ريب فيها، وتجدد كليوباترا شغف العالم المجنون بها هذه المرة من بوابة معبد إيزيس، فاتحة الباب أمام متحف للآثار الغارقة قد يكون الأكبر في العالم، وفاتحة الباب لإعادة وضع الإسكندرية في خارطة السياحة التاريخية من أوسع أبوابها. مشاهدين، انتهت حلقة اليوم، نراكم في حلقة جديدة وحول العالم في أمان الله.